كانوا ماسكين اكم من شاب يا حرام، مشلحينهم اواعينهم وصفينهم على الارض مركعينهم، ومعاهم ست ومعاها طفل صغير بقاعد على الارض، وماشيين احنا بطابور زي هجرة ال 48 اللي بنسمع منها من اجدادنا نفسها، طابور طويل لاخر من مسافة طويلة طويلة يعني، وضلينا ماشيين ورافعين، وما يمشوا ويوقفوا، يمشوا يعني خطوات ويعودوا يوقفوا الطابور، خطوات ويوقفوا الطابور.